اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات حجاجوفيتش حول العالم. الحلقه النهارده هنتكلم عن حاجه يمكن اتكلمنا فيها قبل كده في حلقات الشركه الجميله موبينيل، ولكن النهارده هنتكلم فيها اندر كفر. هنتكلم عن الحاجات اللي ما تعرضتش عن كوكب اليابان الشقيق. الناس كلها اللي بتسمعنا اكيد هتفرح جدا ان احنا اخيرا هنتكلم عن حاجات كتيره جدا حصلت لي انا والمصور اللي معايا واحنا في اليابان وما تعرضتش لاول مره تتعرض في الحلقه النهارده. بدايه، صحيح ان هو اللي قالوا على اليابان انها كوكب اليابان الشقيق. ليه؟ لان هو بجد اليابان دوله يعني كوكب لوحده، كوكب غريب جدا في اكتر احترام في العالم كله. هنشوف حاجات كتيره جدا عن الاحترام، هنشوف حاجات كتيره جدا عن التكنولوجيا، هنشوف يعني ايه ان اليابان اتدمرت تماما في الحرب العالميه الثانيه، والاخص مدينه هيروشيما وناجازاكي اللي اتضرب عليهم اول قنبلتين نوويتين في تاريخ البشريه. مدينتين من بعد ما كانوا ارض تماما، اليابان بنت نفسها تاني، والامبراطور الياباني قال لك احنا لازم نستغل ان احنا استسلمنا في الحرب العالمية التانية مش عشان حاجة، احنا بداية الاستسلام هي بداية الرخاء والسلام، وان احنا نعرف نبني اليابان بتاعتنا اللي كلنا بنحبها من اول الامبراطور لغاية اقل فرد في اليابان. اللي لسه ما تعرفش، اليابان ما فيهاش واحد فقط ملوش بيت، ما عندهمش اي مشردين موجودين في اليابان. اليابان تاني اغلى دولة في العالم بعد النرويج. اليابان بلد رائعة، الناس بعد الحرب العالمية التانية قالوا لك لازم نشد حيلنا، لازم نبني اليابان، لازم نبني بلدنا ونخليها من اقوى دول العالم كله. عملوا ايه؟ كلهم لبسوا كده وقال لك يلا بينا كلنا نبني اليابان. تعالوا نتفرج. وصلنا الحمد لله طوكيو، دي الرحله ان شاء الله والمغامره بتاعتنا. Yeah, they should have or this yeah. This is a ticket note, the bus train, and this is the inquiry information. So they can give you all information about the trains, the buses, and where to go. Okay. Anyway, nice meeting you. National Postal. And we don't really know how we can get for this card for the transportation. Can you speak English? Yes, perfect. But I can't speak Japanese. We are not sure on this map, but there is hotel reservation counter here. If you want to come here, every time you take the train or bus, they are deducted from the card. So if you don't have enough money in the end, you just need charge. لازم الواحد يجرب ومش عارفين اي حاجه في اليابان، ومش عارفين اي حاجه في اليابان، مشكلتها بس في المطار. هذا الشخص رقم 350 اللي بنسأله عشان نوصل البوست في أول يوم. هتكلمينا ده؟ الله العظيم الناس سكرة. نفتوك يا رجال، نفتوك الحمد لله. كل حاجة. ولا في اتنين تايهين يا رجالة عايزين. المشكلة بقى كلها لو كانت بتكلم نفسها.
عم تشتغلنا. لك عامل ازاي؟ يا نهار ابيض. لا تعليق. الراجل اللي قفلنا بيه الفيديو اللي فات ده راجل من اللي بيشتغلوا في صيانة الشوارع والطرق السريعة في اليابان. شفت قد ايه الاحترام، قد ايه ان هم بيقفوا بنفسهم معاهم علامة خضراء وعلامة حمراء عشان يشغلوا الطرق، محدش يقف في وش التاني. شفتوا قد ايه احترامه ومدى يعني جمال الاحترام في اليابان ان هو ينزل ويحيي العربيات اللي معدية. حاجة جميلة جدا. الحاجة اللي يمكن ستيريوتايب عن اليابانيين ان هم اذكياء جدا، ان هم فائقي الذكاء، يعني ان اليابانيين دول ربنا الذكاء اللي اداه لهم ما اداهاش لحد تاني في العالم كله. ولكن يا جماعة اليابانيين ناس عاديين جدا، في مصريين اذكى من اليابانيين يمكن يعني مليار مرة، ولكن مش ماخدين حقهم تماما. اليابانيين ليه متطورين؟ لان الحكومة بنت انفراستراكشر او بنية تحتية للبلد، استعانت بخبرات وأيدت ودعمت كل شاب موجود في اليابان. كل طفل عنده حلم بتحاول تعمل له اللي هو عايزه، كل شاب عنده فكرة بتاخدها منه وتجيبه معاه عشان تطور وتطور فكرته وتطور حلمه لغاية ما يفيد اليابان. أي حد بيحاول يساعد اليابان بيساعدوه حاجة. تعالوا نتفرج على أمثلة كده من الشعب الياباني اللي بجد يموت من الضحك. مستنيين الاكل بتاعنا زي ما طلبنا اللي هو السوشي. هناكله كده النودلز. سوري هنعلي دعمونا. مش قادر يبلع، نحاول نقلله هو بيعمل. عمنا بياكل بقى. انا هحاول اقلده كده يا رجاله. هو بيغمس وياكل. ايوه طب البصل والثوم وهنهر الدنيا. مية حلو. كل يا عم ده مش اهم حاجه تقولك. طب تاكل 100 سكر. ايوه ها راجل 100 والله. عسل ده عم معانا مع عمنا النهارده. ايه اسمه؟ ايه عمنا؟ كايتي. كايتي ها ايه جابانيز. ايه جابانيز. دو يو لاف ايجيبت؟ دو يو لاف ايجيبت؟ ايجيبت ماي كونتري. ايجيبت. ايجيبت. ايه بيرفكت. بيرفكت. Can you say something in Japanese to the people? Egyptians. It's very good. It's very good. Very good. القصه بقى مع الولد ده ان احنا ايه قلنا له الصبح صباح الخير بالانجلش. انا لا والله احنا لغتنا فرنساوي. كان يوم فرنساوي
Ah, oui. Parle français. Oui, je parle le français. Parce que je vais te dire. Je parle français. Un peu. Parce que j'étais. ماشي يا عم. كان معانا كايتي النهارده يا جماعه من طوكيو من اليابان. احنا بيت الشباب وهننزل ان شاء الله نوريكم ايه اللي جاي بعد كده. قلنا نوريكم كده ايه البدايه دي. Thank you very much. Thank you. Idabashi. Superman. Superman. أعتقد أثبتت لكم إن مش كل اليابانيين يعني دماغهم دي يعني تتوزن بالياقوت والمرجان. اليابانيين في منهم ناس عادية جدا جدا جدا. حاجة من الحاجات اللي لازم الناس كلها تشوفها المواصلات في اليابان. قد إيه بيهتموا بالقطورة بالمترو وبالأندرجراوند عندهم، وقد إيه إن بجد المواصلات دي أهم حاجة. قد إيه إن كل الناس تقريبا بتستخدمش عربياتها، لأن هناك في اليابان معلومة للناس اللي بتسمعنا، تشتري العربية مثلا التويوتا ب30,000 جنيه، لكن لازم عشان يدوك رخصتها بتدفع مكان ليك مخصوص بتجرش فيه يكلفك في السنة تقريبا ضعف الثمن العربية، يعني 60,000 جنيه بتدفعها في السنة عشان خاطر تركن عربيتك. لا يمكن هيرخصوا لك عربيتك غير لما يكون ليك مكان ركن. تعال نتفرج قد ايه ان ده البروشور بتاع القطورة الياباني السويكا والنكس. ده هو القطر الياباني، بيفتح لك كارت بتشحنه كريدت ليك عشان خاطر مش كل مرة تدفع فلوس. وبعدين دي تذكرة القطر الياباني، يكتب لك عليها Japan Endless Discovery. تفتح الكتيب تتفرج على كل حاجة جوه، بيكتب لك ايه هو القطر الياباني، ايه الخريطة بتاعة قطورة طوكيو فقط. يا جماعة دي خريطة طوكيو فقط للقطورة اللي بتتمشى في المدينة. سيبنا من ده ونروح نشوف خريطة. كلكم عارفين طبعا خريطة مترو الأنفاق عندنا في مصر والثلاث خطوط اللي هو لسه الخط الثالث هيتبني، يعني هيفتتح ان شاء الله في خلال ال5 سنين اللي جايين. ده خريطة مترو الأنفاق في اليابان. انا طبعا مش عارف اعد كم خط، يعني اللي ممكن بيشوف معانا يتفرج ويعد كم خط. ده خريطة مترو أنفاق فقط في طوكيو.
في زيها في هيروشيما، في زيها في فوكوكا، في زيها في يعني مدن كتيرة جدا في اليابان. وده خط المترو العادي في طوكيو. عادي يا رجاله ولا يهمكم، يعني احنا كده احنا لسه بنقول يا فتاحي عليما رزقك كريم بنشتري. ثانك يو. هو يا جماعه الفلوس الياباني يوري داي انفورميشن. يا بيرفكت. نيكست تو ديبارتشر 745 تشينج طوكيو ستيشن. اوكي. كار نمبر 2 ديزيجنيتد، واغون نمبر 2 سيت نمبر سايد باي سايد 10 سي ان 10 دي. بروفيس ستيشن اوفر ذير. ثانك يو. مرحبا بكم في مترو طوكيو. دلوقتي شايفين الدنيا زحمه، بس عندنا في مصر الدنيا زحمه هنا كمان. طوكيو الدنيا زحمه جدا في المترو دلوقتي، الناس كلها راجعه من شغلها والناس وراك. ممكن نشوف كده الناس عندهم الاندر جراوند وعندهم الجي ار. جي ار يعني جابانيز ريلويز، يعني خطوط سكة الحديد الياباني. الاثنين شغالين مع بعض، دي خريطة ودي خريطة. انتوا شايفين دي خريطة، دي خريطة معاه دكتور سامي. بيقول لك ان القطر جاي. دي خريطة الاندر جراوند المترو او طوكيو سابوي، وبعدين دي خريطة الجي ار يعني خريطة اليابان، خريطة الجابانيز ريلويز. دول اثنين حاجتين مختلفتين. اتمنى في مصر في يوم اشوف حاجه زي كده. احنا يا جماعه شفنا المنظر ده في تشنجن، شفنا المنظر ده في بكين، المنظر ده في هونج كونج، احنا دلوقتي في طوكيو في اليابان ونفس المنظر ده. مترو انفاق يا جماعه، مترو انفاق يعني ايه؟ يعني مفيش حد ينفع يهرج ولا حد تقريبا سخيف، فنروح زقه ويروح واقع تحت على القضبان. لا عندهم هنا جبال حديد، جبال ازاز مصفح تفتح لما الباب التاني يفتح. مفيش حاجه اسمها المترو مثلا عندنا سواق غير اسفنجي يقف هنا الباب يفتح ما يفتحش على الباب، لا دي بيفتح بالسنتي على الباب مع بعض. الباب ده بيفتح وبعدين الباب التاني بيفتح. القطر قبل ما بيجي بيروح قايل لك هو ناو از كامينج، او فاضل له دقيقتين، فاضل له دقيقه دلوقتي، يقول لك ارايفنج خلاص. يعني هو وصل اثناء القطر في الثانيه واحد. بالظبط على الباب، مش هيجي يقعد يقول لك انا والله مش عارف النهارده صح. ايه ده بس احترام الناس بتقف في البيت الناس تعدي الاول وبعدين يقول لك. انت ماشي وبعدين هيقول لك المحطه الجايه كذا. حاجة غريبة يا جماعة، لما سألتهم لو جيت أنا معايا موبايل نوكيا معايا ايفون، فعرفوا الايفون وعرفوا مع اليابان ما عرفوش حاجة اسمها نوكيا، ما عرفوش يعني ايه موبايل نوكيا. متحف مترو اللي كان بيجي بيه صاحب الكلب، ندخل نشوف المترو اللي هو تقريبا اجدد من عندنا في مصر. يعني احنا عندنا متحف متحرك طبعا، لو اليابانيين جم عندنا مصر هي يعني هيقولوا تعالوا اتفرجوا. زي ما انتم شايفين احنا واخدين على كده عادي جدا يا جماعه. اللي ركب مترو عندنا في مصر هيلاقي ان يعني ده الطبيعي، ده يمكن ده متطور عن اللي عندنا. هم عاملين متحف هنا كيفين، وحتى احنا عندناش تكييف. عايز اوريكم ان هو المترو ده ماخد جايزه سنه 2011، مش عارف لورن برايس او حاجه كده برايس. حضرتك متوقع امتى ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا متروات زي كده في مصر؟
إجابة دبلوماسية ولا إجابة عادية؟ لا نبقى هو على إجابة طبيعية يعني. انترهاتنا فيه وإيه وكده. إن إحنا حكلة ما كنا في هاتشيكو وإحنا حاطين عربية مترو عربية قطر تذكار متحف يعني أجدد من اللي إحنا عندنا في مصر شغال لغاية دلوقتي المترو الأخضر بتاع مصر الجديدة. الكلام ده كان من 100 سنة أو أكتر. أنا فعلا هناخد وقت بس. قول 10 سنين 20 سنة عشان يبقى عندنا كده؟ كده أه طبعا. اقول لك المترو ده 40 خط في كل انحاء طوكيو بس المترو ده 40 خط في كل انحاء طوكيو بس المترو ده 40 خط في كل انحاء طوكيو بس يا جماعه احنا جوه القطر السريع فوكوشيما ولحقناه سبت ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله وشكرا لك يا رب على اخر 10 ثواني احنا رمينا الشنط جوه ومش عارفين ده هو ولا مش هو مش فاهمين اي حاجه بص التيكت عامله ازاي بص التيكت عامله ازاي مفيهاش كلمه انجليزي مفيهاش كلمه واحده انجليزي بص التيكت الثانيه مفيهاش كلمه واحده انجليزي يا جماعه نطينا جوه وقفل الحمد لله وبعدين سالنا هو ده القطر مش قطر الحمد لله الحمد لله هو القطر حتى الان ما نعرفش هيحصل ايه الحمد لله شكرا لك يا رب طريقنا الى فوكوشيما لمساعده الشعب الياباني في المدينه اللي انضربت بالزلزال والتسونامي شفت حاجه غريبه جدا قلت لازم اوريها لكم احنا هنا ما بيوقفوش وسط العربيات يدخنوا عشان قطر ما ينفعش عشان الطبيعه فتعالوا بصوا هعمل لهم ايه لهم سموكينج روم زي ما انتم شايفين وبعدين يقفل عليه تقريبا ولا مش عارف والله هو بيقفل عليه اختراع جميل تدخل جوه هنا تدخن براحتك تعيش حياتك تعمل انت عايزه تقفل عليك برضه كده وتعيش حياتك شايف الراجل خلص تعال ندخل نشوف يحط السيجاره فين يخلصوا يروحوا حاطين السيجاره هي تنزل تحت خلاص خلاص تترمي فيعني انا مش عارف والله اقول لكم ايه احنا بنحاول نوريكم كل حاجه بنشوفها كل حاجه بنشوفها بس المنظر بتاع القطر السريع من بره مع احنا وصلنا فوكوشيما قالوا لنا هنوصل 7:38 الساعه دلوقتي 7:38 وصلنا 7:38 يا جماعه انا مش مصدق نفسي هو الصراط الشط ده هو بيمشي دلوقتي هيمشي في الخطه فين اهو وسينطلق القطر جاكوفيتش من امام القطرة الرصاصة فوكوشيما اليابان كانت رحلتنا في كوكب اليابان الشقيق اتمنى كل واحد يكون شاف الحلقه استفاد حاجات كتيره جدا استفاد ان بجد الاحترام ده حاجه مهمه جدا استفاد واستفاد واستفاد وشير كل الحاجات دي مع اصحابه وكل واحد يعرفه عشان مصر تتعلم من حاجه زي كده وبجد نتطور قد ايه نحس ان الشباب هم اللي بيغيروا كل حاجه موجوده في الدوله اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات تانيه كتيره جدا وبلاد كتيره جدا حول العالم وأحمد حجاجوفيتش أشوفكم على خير